أهلا بكم. في أجواء روحية وإيمانية نظمت فضائية نورسات الأردن بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية بازارها الميلادية الخيرية الرابع الذي استمر 3 أيام حمل اسم الرحمة، وذلك في قاعة كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك بجبل عمان. تفاصيل أوفى حول هذا البازار في التقرير التالي. تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في المملكة، أقام مكتب فضائية نورسات الأردن في كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك جبل عمان بازار الرحمة الرابع، والذي تزامن هذا العام مع ذكرى المولد النبوي الشريف. وفي حفل الافتتاح الذي حضره المطران خريستوفورس عطله مطران عمان للروم الارثوذكس وكيرجوزيف جبارة مطران الروم الملكيين الكاثوليك في الاردن وممثلو الكنائس المختلفه في المملكه. قالت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن بأن بازار هذا العام شهد مجموعة من الفعاليات والأنشطة الجديدة التي استقطبت جميع أفراد الأسر في المملكة، مشيرة أن البازارات السابقة جاءت ضمن خدمة نورسات المسكونية ومسؤوليتها الإنسانية، حيث تميز البازار الرابع بوجود أكبر مغارة ميلاد في الأردن تم صنعها بأيدي شباب مسلمين ومسيحيين مؤمنين بأواصر العيش المشترك ومعنى المواطنة الصالحة والمحبة التي تجمع ولا تفرق. أحييكم في هذا النهار كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك، وتزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف، ونحن على أعتاب الاحتفال بمولد الرسول ونور المحبة السيد المسيح، داعية الله أن يجدد إيماننا وأن يملأ قلوبنا رحمة لكل محتاج من بني البشر، من أهلنا وإخوتنا الذين يعيشون معنا على أرض هذا الوطن الغالي على قلوبنا. أردن الخير والكرم والضيافة، أردن السلام والأمان. لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساهم بإنجاح هذا العمل المتواضع، والشكر الموصول للقائمين على هذه الكنيسة وراعيها الأب الأرشمندريت نادر صوق، ومجلس رعيتها وخويتها الأكارم الذين فتحوا أبواب كنيستهم وقاعاتها لهذا الاحتفال. ولا يفوتني إلا أن أشكر شبيبة الأردن للدراما المسيحية على تنظيمهم المميز، وأيضا أشكر المجموعات الكشفية على حسن تنظيمها لحركة السير، وفرق العزف من الكشافة على الألحان المميزة، وحسن الختام. لابد وأن أشكر هذا الحضور الكريم لهذا البازار ودعمكم له، مع دعواتنا بأن يبارككم الرب ويحفظكم جميعا بهذا الموسم المجيد، ودائما معونتنا من عند الرب. آمين، وكل عام وانتم بخير. وبدوره قدم راعي كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك بجبل عمان قدس الأب نادر ساووق كلمة شكر فيها ضيوف البازار، كما قدم لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أصدق التهاني بمناسبة فوزه بجائزة تيمبلتون، معربا بنفس الوقت عن شكره وامتنانه لمكتب فضائية نورسات الأردن على ما يقدمه من جهود في دعم المبادرات الإنسانية. أحييكم أيها الضيوف الكرام تحية المحبة والسلام، وأرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب كنيسة السيدة العذراء، حيث نلتقي اليوم معا لافتتاح بازار الرحمة الرابع بدعوة من مكتب فضائية نورسات الأردن، وبتنظيم من شبيبة الأردن
للدراما المسيحية وتحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن. واليوم تيلي لوميير ونور سعد بفضائياتها المتنوعة انطلقت في كل أنحاء العالم لتعلن وتنشر رسالة المحبة والسلام والتلاقي. فنور سعد بالنسبة لنا وإلى الكثيرين هي الكنيسة في البيت، ونور يضيء للعالم أجمع، وشاشة إيمان ورجاء، ومحطة تلاقي وانفتاح على الآخر. ومن هنا كان دور نور سعد في نقل رسالة المحبة والسلام والتلاقي وحرصها الدائم على الانفتاح والتآخي في سبيل تحقيق الوئام بين أتباع الديانات. وأقيم البازار بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية بحضور لفيف من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وجمع غفير من أبناء الكنائس الذين قدموا من كافة محافظات المملكة، حيث اشتمل على أشغال يدوية وهدايا ومستلزمات عيد الميلاد، والتي يذهب ريعها إلى عائلات متعففة وأسر محتاجة لإدخال بهجة العيد إلى بيوتهم، بالإضافة إلى اشتماله على عروض وحفلات يومية للأطفال وعزف لعدة فرق كشفية من مختلف الكنائس في الأردن، وكذلك أمسيات ترانيم ميلادية لجوقات من مختلف الكنائس بمشاركة المرنمة شيرين حتر وفقرات أخرى فنية متنوعة. احنا حبينا نشارك هون البازار، دائما بنسمع عنه بازار الرحمة كتير له، يعني بنسمع عنه كتير حلو يعني، فحبينا هاي السنة نشارك، أول مرة احنا بنشارك هون، وأجواء حلوة وأجواء هيك فيها فرح والكل مبسوطين معهم، في محبة، في أجواء حلوة، فإن شاء الله ربنا دائما يبارك. يعني بازار الرحمة معروف عنه ضمن السنين السابقة، بازار كتير مرتب والناس كتير طيبين فيه. أول مرة بشارك بالبازار هون، البازار يعني في عليه إقبال من الناس، ويعني إن شاء الله إنه كل سنة بالواحد بيضل يشارك. اشتركت بهذا للمرة الثالثة لأن شفت إقبال كثير على المنتوجات، والحمد لله والشكر شغل ماشي، نشكر الله. بازار رائع جدا، أكثر من رائع، بإدارة الأخت باسمة سمعان، وإحنا أول مرة بننزل هذا الإشي اسمه ميني بانكيك، يعني واشتركنا أول مرة وما شاء الله يعني إشي أكثر من رائع. ست باسمة سمعان على هذا البازار وعلى مشاركتنا، يعني هو بازار حلو وإن شاء الله يعني الله يوفق الجميع. بازار رحمة طبعا بغنى عن تعريف، صار جزء من المواسم الميلادية وجزء من احتفالاتنا الميلادية كل سنة. ما منصدق إمتى يجي البازار، موعد البازار تنجتمع هالجماعات الحلوة ونهتم هيك ببعض. كاي البازار كتير حلو لأنه منوع بالمنتجات، كتير منوعة وحلوة. إحنا شبيبة الأردن للدراما المسيحية للسنة الرابعة على التوالي عم ننظم بازار الرحمة. طبعا الحمد لله في إقبال من الناس من مختلف الكنائس ومن مختلف الشبيبات المسيحية، ومشاركات من الكشافة، عدة فرق كشافة متعددة. وفي ختام الحفل الذي أدارت برنامجه الإعلامية ريبيكا عودة، تم تكريم كافة الجهات الداعمة للبازار بدروع تذكارية إلى جانب التقاط الصور الجماعية، ثم قام الجميع بجولة في أرجاء البازار وتعرفوا على أقسامه ومحتوياته.